تنطرق. احنا دايما نقول انه خلاص يعني ماتش وعدى، البطل وصاحب المركز الاول دايما بيبص لقدام ما بيفكرش في اللي فات. بس انا شفت لما كنا في الانترو كان في لقطات للعيبه وهي في المطار، وطبعا يعني عشان يطيروا النهارده ويوصلوا باذن الله بالسلامه كان التاثر باين عليهم، يعني طبيعي جدا جدا. يعني التاثر ده بقى ممكن يعني يأثر عليهم معنويا، ممكن الخسارة دي تفضل ممتدة معاهم فتأثر كمان على مشوارهم اللي جاي اللي احنا بنقول أكثر صعوبة من اللي فات. بتهيألي يا استاذه سام ما حصلش قبل كده ان الاهلي يعني دايما الخساره ما بتجيبش خساره وما بنقعدش كتير يعني، لا دايما الاهلي لما بيخسر مباراه بتلاقي المباراه اللي بيرجع بسرعه. وده عاده النادي الاهلي على فكره على مر الاجيال. صحيح، مستحيل الاهلي يعني يطول قوي في ان يبقى عنده اداء مش كويس او خساره مباراه او اتنين، ما بيحصلش الكلام ده. ده تاثر اللعبه دي معناها ده بيبقى طاقه ايجابيه مش طاقه سلبيه خالص. طاقه ايجابيه للي جاي، فاكيد اكيد الكلام ده يعني بيتقال من الجهاز الفني وبيتقال من المسؤولين. هي الصوره كنت بتكلم عليها كابتن طارق، يعني انا شايفه يعني أكيد طبعا طبيعي طبيعي. لا لا بتبقى زعلانه، خد بالك بقالنا الاهلي بقاله فتره ما خسرش، بالتالي تقريبا دي اول خساره مع موسيماني. ايوه يعني دي اول خساره مع موسيماني تاني بعد باير. انا يعني الباير ده ما بحطوش في على اساس بره الحسبه شويه. فانما طبعا تاني خساره لو يعني بطوله رسميه برضه كاس العالم. طبعا فأول خسارة يعني دوري عام وأفريقيا تقريبا دي أول خسارة لموسيماني مع الأهلي، والأهلي بقاله فترة كبيرة يا كابتن هاني ما خسرش في أفريقيا. أعتقد بقالنا 13 مباراة أكتر. يعني متهيألي 17 مباراة في دوري الأبطال بدون هزيمة. فعشان كده كان ده التأثر جاي من الحتة دي، إن الأهلي بقاله فترة. والنهاردة برضه يعني إحساس إن الأهلي زعلان قوي لأنه ما كانش يخسر. يعني الاجواء شويه ممكن تبقى موضوع الجو ده هو ده العنصر مهم قوي، وده احنا ما نحس يعني انا لان انا كنت قريب. احنا برضو السنه اللي قبل اللي فاتت احنا خسرنا هناك 1-0 برضو من سيم. فعايز اقول ان الاجواء هناك بتبقى صعبه، مش اجواء الجمهور ده ما فيش مشكله قوي، لان الجمهور هناك طيب قوي، يعني الناس هناك مسالمه وناس طيبه مش شرس يعني مفيش فيه، لا بالعكس. انما هي المشكله كلها في الرطوبه، زي ما كابتن هاني قال الرطوبه عاليه قوي يا استاذ سام. فالرطوبه دي بتاثر على اللعيبه بشكل كبير جدا، حتى اداء اللعيبه النهارده لما بنتكلم مفيش القرصه قوي او مفيش الحته دي ممكن دي تبقى بسبب الرطوبه. حتى هم رفضوا ان الماتش يتاجل ويتلعب متاخر ساعتين عشان برضو عارفين ان النادي الاهلي يستغلوا نقطه عايزين يستغلوا دي في صالحهم يعني. طبعا باين قوي ان الرطوبه النهارده كانت مأثره على اداء لعيبه النادي الاهلي في الملعب. يعني الرطوبه بس يعني من وجهه نظر انا شايف كده. انا عشت في الاجواء دي اكتر من 4-5 ماتشات هناك في نفس الاجواء دي كده. ما بنقدرش، الرطوبه صعبه جدا، تتكلم في 60 و70% حضرتك يعني الرطوبه. انا عارفه، وكان شريف شعبان كمان زميلنا برضو في تنزانيا كان بيتابع الموضوع، يعني عايز يقول لك الرطوبه يعني الجو كان صعب، وصعب دي كانت كلمة قليلة، هو ما قالش كده بس فيما معناه. الحر هناك مش مشكلة قوي. لا أنا برضو عندي كده الرطوبة. أنا استحمل الحر ما استحملش الرطوبة. عالية جدا. بتأثر كمان على التنفس والجهاز التنفسي. هو كمان بتأثر على يعني خلينا نتكلم بكل أمانة وتاني بكرر ده مش شماعة. يعني طبعا. دايما احنا بنقول ما فيش حاجة انزل انت المفروض النادي تحت أي أجواء، لكن في عوامل بتبقى صعبة على اللعيبة دي، حتى بانت في عمليه انك بتبني الهجمه في بطء شويه في الاداء. يعني البطء ده نتيجه الخمول شويه لانه بيسبب خمول، فانت الرياكشن بتاعك مش سريع مش خفيف في الملعب بلغه الكوره يعني. فده اثر حتى الناس بتتكلم على البطء. البطء جاي من الرطوبه بشكل خاص. مظبوط معاك 100%. طيب اتفضلي.